جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قرأت في حديث أخرجه الترمذي والطبراني، يقول: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، أو انقلب بأجر حجة وعمرة. سؤالي: هل يقصد بطلوع الشمس حين نرى ضوء الشمس، أو حين نرى الخيط الأبيض من الأسود؟ جزاكم الله خيرا. يقصد بطلوع الشمس حقيقة طلوع الشمس، ولا يصلي الركعتين إلا بعد أن ترتفع الشمس في درمه، لا يصلي عند طلوعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس حين تطلع بازغة، لأن هذا وقت يتعبد فيه المشركون ويسجدون لها، ونهينا عن التشبه بهم، ولأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. الصلاة النافلة عند طلوع الشمس لا تجوز، ولكن إذا ارتفعت قيد رمح فإنه يصلي الركعتين ثم ينصرف، ويكون له الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على في هذا الحديث إذا صلحت نيته وتقبل الله منه. اللهم نعم. صلح.